الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا. الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون. العلاقات التاريخية والاستراتيجية حاضرة في لقاء ولي عهد أبو ظبي والرئيس ماكرون. علاقات راسخة توجت برسم خريطة طريق ثنائية خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى أبو ظبي العام الماضي. خريطة الطريق تشمل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة والطاقة والفضاء والأمن ومكافحة الإرهاب. حول هذه الزيارة معنا من باريس مراسلنا فيصل بن حريز. فيصل، مواقف صدرت عن هذه القمة التي جمعت ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لو تجمل لنا أهم ما تم ذكره. نعم سامي، هي علاقات راسخة وأيضا هي فرصة كما أشار الإليزي قبل انطلاق هذه الزيارة المهمة لولي عهد أبوظبي إلى هنا إلى باريس، حيث قال الإليزي أنها فرصة لتتويج وتطوير مستوى التعاون على المستوى الاستراتيجي بزيارة ولي عهد أبوظبي إلى فرنسا. لقاء جمع في بداية هذه الزيارة بولي عهد أبوظبي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضا كانت هناك أيضا لقاءات جمعت وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد وأيضا وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لدريان. تم توقيع عدد من الاتفاقات أبرزها أو أغلبها سامي في المجال الصحي. بعد تقريبا ساعتين من الآن سيذهب الوفد يترأسه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى متحف اللوفر الذي شهد نسخة في العالم العربي في أبوظبي في نوفمبر من العام الماضي، وهو تأكيد على أن الثقافة كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي هي حجر الزاوية والحجر الأساسي في هذه العلاقة الراسخة بين البلدين. ما يجمع الإمارات وفرنسا هو القيم، قيم التسامح وأيضا قيم قبول الآخر الذي ترجم بحوار ثقافي يمتد منذ مطلع العام الحالي وحتى منتصف عام 2019. مستوى التبادل التجاري سامي بلغ العام الماضي أكثر من 7 مليار دولار. فيما يتعلق بالدعم السياسي، الإمارات قدم لقوة الساحل الإفريقي أكثر من 30 مليون يورو، وهو تأكيد على أن التوافق السياسي في عدد من الملفات حتى في يعني الرؤية السياسية لفرنسا في الجانب الأفريقي، وهناك توافق في عدد كبير من ملفات الشرق الأوسط. يسعى الجانبان بحضور ولي عهد أبوظبي إلى تحقيق المزيد من التوافق في هذه الملفات، اليمن، سوريا، رفع مستوى التعاون والتوافق في هذين الملفين ربما سيترجم خلال الأيام المقبلة بمزيد من الدعم لملامح الحلول التي يتوافق فيها الجانبان أبوظبي وباريس. نعم فيصل، هناك الكثير من المشتركات بين الدولتين الإمارات وفرنسا. تم التأكيد على القضايا بين البلدين، ولكن هناك قضايا كما ذكرت قضايا إقليمية ودولية يتم التطرق إليه خلال هذه الزيارة. ربما من بين هذه القضايا هي فرص السلام في الشرق الأوسط. لو تعطينا مزيد من التفاصيل حول هذه الموضوعات فيصل. الحقيقة البلدان رفعا شعار الثقافة وأيضا يعني التعاون على مستوى نقل متحف اللوفر إلى أبوظبي، وكان عنوان يعني تواجد اللوفر في أبوظبي هو التسامح يعني التقارب بين جميع الحضارات في العالم، وهو ما يؤكده أيضا ولي عهد أبوظبي بزيارته الساعة 8 بتوقيت باريس إلى متحف اللوفر الذي أيضا يشهد جناح خاص يحمل اسم الشيخ زايد الذي أيضا حمل قيم التسامح من العالم العربي إلى العالم بشكل شامل. بعد ذلك سيكون هناك لقاء سيجمع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب بولي عهد أبوظبي. خلال الأشهر القليلة الماضية والسنوات القليلة الماضية كان عنوان التعاون على المستوى الثقافي هو الأبرز بين البلدين، ويعني القيم التسامح بين الإمارات وفرنسا تم نشرها من خلال مشاريع ثقافية. أكبر مشروع ثقافي لفرنسا خارج الإمارات سامي ترجمة وشهدناه في نوفمبر العام المقبل. التعاون مستمر والاتفاقات من المتوقع أن يتم عقدها خلال اللقاء الذي سيكون ختام
لزيارة ولي عهد أبوظبي برئيس الوزراء الفرنسي. الاتفاقية الأخيرة ستكون على المستوى الاستثماري، وسنوافيكم بتفاصيل هذه الاتفاقية في ختام هذه التغطية بإذن الله. شكرا جزيلا لك مراسلنا فيصل بن حريز، حدثتنا من باريس. وتنضم إلينا في الاستوديو رئيسة مركز الإمارات للسياسات دكتورة ابتسام الكتبي. دكتورة ابتسام، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. نتحدث عن مواقف صدرت بين ولي عهد أبوظبي وأيضا الرئيس مانويل ماكرون. بداية نتحدث في أي سياق يمكن وضع هذه الزيارة لولي عهد أبوظبي؟ مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. بادئ ديبة الإطار الناظم والمبدئي للدبلوماسية الإماراتية، تحركاتها وتوجهاتها، هي أن الإمارات لا تعيش في جزيرة معزولة عن محيطها الإقليمي، وبالتالي نجاح التجربة التنموية الإماراتية، ازدهارها، ديمومتها مرتبطة بضمان تأمين بيئة إقليمية مستقرة يسودها الأمن، الازدهار، والانشغال بالتنمية بدلا من الانشغال بالحروب. وهنا تعول الإمارات على شركائها الاستراتيجيين من أجل دعم هذه التوجهات وإرساء هذه القيم، وتنظر باهتمام للدور الفرنسي الحيوي في دعم ومساندة المساعي الإماراتية الاستراتيجية لإرساء الإمارات كمحطة لدعم الاستقرار والتنمية في منطقة تسودها الحروب والفوضى. الآن تتلاقى أيضا المصالح الأمنية الفرنسية مع المصالح الإماراتية في محاربة التطرف الديني، وهناك تقارب في المواقف تجاه الإسلام الجهادي والإسلام السياسي. ومن ثم أيضا في هذه الزيارة تنظر الإمارات إلى فرنسا كشريك من أجل دعم التنمية والاستقرار ودعم الحلول السياسية والمساعي من أجل الوصول إلى حلول مستدامة في المنطقة، فيما يتعلق باليمن، فيما يتعلق بسوريا، فيما يتعلق أيضا بالصراع العربي الإسرائيلي، باعتبار أيضا أن فرنسا من الدول المحورية في منطقتنا العربية. نعم. اللافت الدكتورة ابتسام يعني ما قاله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قال إن علاقة البلدين، يتحدث عن الإمارات وفرنسا، تخطت مفهوم المصالح الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية لتلتقي في رسالة إنسانية مشتركة تدعو للحوار بين الثقافات والحضارات والتسامح. كيف يمكن تلقف هذه الرسالة؟ يعني هناك تخطي للمفهوم الضيق المصالح الاقتصادية وما إلى ذلك، كيف يمكن تلقف هذه الرسالة؟ يعني هناك تشابه. أولا الإمارات تقدم نفسها نموذج القوة الناعمة في الشرق الأوسط، وتدرك أيضا الإرث الفرنسي العظيم في مجال القوة الناعمة، ولذلك سعت لشراكات مع مؤسسات ثقافية عريقة كجامعة السربون كاللوفر. هناك تشابه بين النموذج الفرنسي والنموذج الإماراتي فيما يتعلق بالتعايش، بالتسامح، قيم الحوار، إرساء قيم الاستقرار في المنطقة، وبالتالي هناك مشتركات بين الطرفين. هناك طبعا مصالح عسكرية تتمثل في وعي استراتيجي فرنسي بالأهمية الجيوسياسية للإمارات، وأن هنا كانت القاعدة العسكرية الفرنسية، ولكن هناك أيضا يعني فرنسا اختارت الإمارات شريك ثقافي لها في مسألة اللوفر وفي مسألة شراكة السربون. وأيضا اسمحي لي دكتورة ابتسام، يعني كما يتم التحدث عنه هو أن البلدان يعملان على حماية التراث الثقافي في مناطق النزاعات. ما الذي يجعل من دولة كالإمارات العربية المتحدة تسعى لحماية هذا التراث؟ لماذا تولي الإمارات هذه الأهمية في حماية التراث خصوصا في مناطق النزاعات؟ هذا إرث إنساني ومهم
ومحافظة على تاريخ البلدان. الإمارات تدرك أهمية الحفاظ على مثل هذا الإرث من منطلق سعيها الداعم لإرساء دعائم الاستقرار والتنمية في المنطقة. الحفاظ على الإرث هو حفاظ أيضا على الحاضر والمستقبل. في مناطق يعني كالعراق كسوريا تم تدمير إرثها الحضاري والثقافي. يعني الإمارات أيضا تقدم نفسها كنموذج ثقافي يدرك أهمية وجود مثل المتاحف الفنية، مثل تأسيس دار للأوبرا، الحفاظ على الفنون التراثية. ومن هنا يأتي اهتمام الإمارات بأهمية المحافظة على الإرث الثقافي والحضاري للدول في منطقتنا العربية. هناك حديث كما ذكرت عن قضية دحر الإرهاب وأيضا الفكر المتطرف في المنطقة. برأيك كيف تترجم كل هذه الأمور على أرض الواقع، وخصوصا نحن نشهد المنطقة العربية تعاني كثيرا من الطائفية والدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة؟ كيف يتعاون البلدان سوية لدرء هذا المشروع الخطير في المنطقة؟ طبعا الإمارات يعني بدأت الخطوات، أسست مراكز يعني الإمارات تقدم نفسها نموذج للتسامح والتعايش بين مختلف المذاهب والأديان والطوائف. فبالتالي أسس يعني فتحت معابد وكنائس على أرضها، أسست مراكز لحوار الأديان، مركز هداية لمكافحة التطرف، حكماء المسلمين الإسلام في المجتمعات الأخرى، تحتضن العديد من المؤتمرات حول حوار الأديان، قمة التسامح العالمي. وبالتالي هناك تجربة لدى الإمارات تبني عليها، وعندما تتعاون مع فرنسا لديها قاعدة تستند عليها. يشترك البلدان في أن في الرؤية أن ما يهدد الأمن والسلم المجتمعي هو التطرف الديني والطائفي. واللي نرى اليوم أن هناك دول وجماعات تغذي في المنطقة، على رأسها إيران وميليشياتها الطائفية، سواء كان حزب الله أو الحوثي في اليمن أو الميليشيات التابعة لإيران في العراق. وبالتالي القضاء أو دحر مثل هذه الميليشيات ومكوناتها العسكرية وإرجاعها إلى أن تكون هي مجرد مكون من مكونات المجتمع لا يعلو عليه بالسلاح ولا يتسيد عليه بما يملكه من أسلحة، قطع دابر هذه الأذرع الإيرانية بالتأكيد أنه يصب في صالح الاستقرار والأمن في المنطقة. فرنسا نفسها اكتوت بنار التطرف والإرهاب في عقر دارها. الإرهاب الإيراني على وجه التحديد، المخططات الإيرانية لتفجير بعض الملتقيات الموجودة هناك، وهناك الصدور ربما تدرس هذه الدول الأوروبية قضية معاقبة إيران على تهديد الاستقرار في أوروبا. دكتورة بتيسة، لعل هذا يكون درس لأوروبا التي لا تتوافق مع الولايات المتحدة في أهمية العقوبات على إيران، من أجل إذا أردنا أن يكون هناك عراق مستقر وإعادة الإعمار في سوريا، لن يتأتى ذلك إلا بقطع دابر الأذرع الإيرانية. ما شهدته فرنسا وبروكسل وأيضا ألمانيا منذ سنين طويلة يؤكد على أهمية أن يتعاون المجتمع الدولي بأكمله في مواجهة الإرهاب. ليس مرتبط بجماعات، هناك إرهاب تمارسه دول وعلى رأسها إيران. فإذا أنت فعلا محق في سعيك من أجل محاربة التطرف والإرهاب، يجب أن لا تستثني أحدا، لا جماعات ولا دول. ويجب أن تنضم أوروبا، وأن تدرك أوروبا أن ما تقوم
بإيران من زعزعة للمنطقة هو زعزعة للمصالح الأوروبية في الأساس. جزء من هذه الزيارة مخصصة أيضا للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية بين البلدين، برأيك ما الفرص الاستثمارية التي يعول عليها الطرفان في هذه الزيارة دكتورة ابتسام؟ يعني هي العلاقة الاقتصادية قديمة وليست بحديثة. صحيح. وهناك استثمارات إماراتية عديدة، يعني هناك في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وهناك استثمارات فرنسية، يعني يمكن حتى قبل قيام دولة الإمارات شركة توتال كانت موجودة في مجال التنقيب عن النفط، وهناك دبي تستقطب سياح فرنسيين يعني عدد كبير لا بأس به، هناك أيضا العمالة أيضا لا ننسى والعمالة. فأنا أعتقد يعني سيكون هناك استثمارات إماراتية أكثر في فرنسا في مجالات مشتركة، وأعتقد في مسألة الطاقة المتجددة والنووية سيكون هناك استثمار أكبر في هذا المجال. الإمارات دائما تسعى إلى الاستثمارات غير التقليدية اللي تعود أيضا بالفائدة على البلد في مجال نقل التكنولوجيا والمعرفة التكنولوجية. أنا أشكرك دكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات، حدثتنا هنا في الاستوديو، شكرا لحضورك ولكل هذه التوضيحات. شكرا لك. شكرا. مستمرون معكم في المساء ونتابع بعد قليل. الفساد والجريمة في الموصل العراقية بيئة خصبة لعودة تنظيم داعش.